دابا اسيدي دابا الشيشه كيقولوا الشيشه شتي اللي قال الشيشه الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق. سي محمد بلي راه كيكمي بحال وبحال المغاربه كاملين. وفاتحه اختي عندها جوج بيبان، عندها الباب ديال الحديد وعندها الباب ديال الخشب، والجيران هو كذلك عندهم جوج بيبان وهما كيكميو في دارهم وكيقول لهم قاتلنا بالريحه. اشنو هاد الريحه؟ ما فهمتش اش هاد الريحه اللي غتدخل من دار لدار؟ اشنو؟ علاش ما كيهضروش مع الدراري اللي كيجلسوا في الباب كيديروا الشيشه بالصح؟ الدراري في بابهم كيديروا الشيشه، انا شفتهم بعينيا النهار اللي مشيت بالليل باش نهز الحويجات ديال الدراري شفتهم دايرين الشيشه. ولا هذاك ما قدش عليهم؟ قد عبسي محمد درويش وفاتحه درويشه قالوا لك حقه عندها المشاش. حاليا في هذا الوقت الناس كيربيوا هذاك المش الرومي كيربيوه الناس او كيربيو الناس الكلاب حاشاك، راه كنشوفوهم كيربيوهم. ما فهمتش انا، ما فهمتش التهمه ديالهاش. قال لك كتبيع المخدرات، واش كتبيع المخدرات السيده ما عندهاش حتى الحصيره؟ واش اللي كيبيع المخدرات ما كيلقى ما ياكل؟ واش اللي كيبيع المخدرات ما دوزات التطر ديال الصباغه لدارها؟ عقول لي دابا شنو هاد المخدرات؟ ما هي المخدرات دايرين الطوموبيلات، دايرين الديور، داير كيقراو ولادهم بريفي. اشنو عندها هي؟ نتوما راه الصحافه كتدخلوا المحل هكا تشوفوا حالتها، ما عندها حتى حاجه، عندها البوطه وعندها الكيسان والبراد. عاد الناس عطاوها دابا السدادر، عاد الناس عطاوها الزربيه، نتوما راه كتدخلوا كتشوفوا. واش المصير ديال اللي كيدير هاد الشيء هو مصيره هذاك؟ وتانا بغيت الشعب المغربي يجاوبني بهادي. واش اللي كيبيع المخدرات مصيره هكا؟ ولادها حتى الكسوه ما مكسيين، ولادها ما عندهمش كسوه. مشيت هذاك النهار نجيب الحوايج ما لقيت ما نجبد. كيفاش كتفسري بعض التعليقات الجمهور اللي كانت متبعها لي نوعا ما بحال الفئه واحد الفئه قليله يعني كتحدثوا؟ واش الروتين اليومي هو اللي خلى هذا الحقد ربما؟ ايوا الروتين اليومي يا سيدي راه كلشي كيديروا. الا مشيتي دخلتي القنوات كلهم اللي كيديروا الروتين اليومي راه اش غنقول لك؟ راه كتلقى العجب، راه كتلقى العجب. واخا انا حيداتو هي حيداتو النهار اللي كانت ها انت يا سيدي الا دخلتي للقناه ديالها النهار اللي كانت كدير الطياب عادي وكل شيء عادي ما كاين والو. النهار اللي بدلات الروتين اليومي
حسات بالقناه ديالها كتطلع. منين قال لها الشعب المغربي احنا غنتعاونوا معاك عحيده داكشي، فعلا حيداته راه غتدخل القناه غتشوف الخلافات، حيدات الروتين اليومي ولات كتلبس عادي. تصور قسما بالله صورت عندي هنايا دايره القفطان وكيعيبو كيقول لي علاش لابسه داك القفطان محلول القدام، وهالقفطان راه يعني مصممه اللي دايرته اللي في الدار البيضاء الله يجازيها بخير اللي عطاتها الحوايج، راه الناس اللي عطاوها الحوايج ما عندهاش، راه الحوايج الا ما داتش من عندي ولا عند جيراني ولا الناس كيعطيوها. اش غنقول الرساله ديالك انت؟ يعني فضلتي ان الوليدات يكونوا ويبانوا في الكاميرا وتا هما عندهم رساله باغيين يوجهوها، اشنو الرساله ديالك؟ كنوجه الرساله للمغاربه كله، كنوجهها للامن، كنوجه الرساله للمغاربه والامن، يتعاطفوا مع الوليدات اللي عنده في قلبه شويه ديال الرحمه يتعاطف على هاد الوليدات، لا المغاربه اللي في برا واللي داخل المغرب. هادشي اللي كنطلب اسيدي، يتعاطفوا مع هاد الوليدات، راه بغاو يقراو الدراري، بغاو يمشيو كي غندير نخليهم؟ واش الراجل غيقابل هادو يقراو؟ ما يقدرش يشدهم، غيبغي حتى هو يطيط يقلب على الطريف ديال الخبز ديالو، ها هو خدمه خرج ليها، ها فاتحه مشدوده، واش غياكلوا واش غيشربوا شكون اللي غيقابلهم؟ انا ما فهمتش، انا ما نكذبش عليك اخويا، حنا مصدومين وما عرفناش حتى الطريق نشدوه، كل شيء تسد قدامنا، كل شيء تسد. تغلبتي؟ ماشي مغلوبه، راه مغلوبه، وطاح عليا الضيم وتقهرت. علاش؟ حيت الدرويش كياكل القتله، حيت الدرويش واكل القتله، حيت حنا عاد راوش اسيدي، حنا عاد راوش، والله كنقلبوا على الطريف ديال الخبز ناكلوه، ما عندنا كتاف، ما عندنا حتى حاجه سوى الله سبحانه الا هو، كنطلبوا على الله سبحانه الا هو يوقف مع فاتحه اختي، يوقف مع هاد الوليدات، كنطلب لسيدي ربي سبحانه الا هو يوقف معانا. ما حنا يا خويا راه ما نكذبش عليك، مقهورين بالمعقول، مصدومين، البيبان تسدو علينا، ما عرفنا اين الطريق غنشدو. وانا كنقول لك انا واختي، كل لقينا شي واحد اللي غيلقى الحل مع اختي غنطيح له على رجليه قدام العالم، غنطيح له على رجليه على ود الوليدات. تبلوكينا يا سيدي، تبلوكينا، ما هو نعاس نعاسنا، ما هو الماكله ماكلتنا، ما هي حتى حاجه، ما حيلتين قبل ولادي، ما حيلتين قبل ولاده، ما حيلتي فين غنعطي راسي، فين غنمشي، ما عرفتش شنو غندير. اختي كواتني بالمعقول، اختي كواتني، شواتني بزاف، شواتني اختي، شواتني اختي، ما بيتي ما ندير، شبتني اختي ما عندي بنتي، واش انا ماشي ديال تما، ماشي ديال تما، قلبها بيض، نتوما راه كتدخلوا محلها وكتشوفوها كتعامل معاكم، عا كتضحك، عا مهوراها وقلبها بيض. شوف بعدا جارها بعدا واحد الهضره قالها وانتوما كتدخلوا، قال لك كي حقا ولادو كيخاف، ما حشومش عليك، ما خفتيش بينك وبين الله باش غتواجه مولانا انت ومرتك، باش غتواجهو مولانا اللي كتقولو كنخاف، وولادك كيلعبو مع ولاد اختي والباب في الباب، ما حشمتوش باش غتواجهو مولانا على هادشي اللي كتقولو. انا كنقول لكم وجهناكم لله، انتوما قولوا اللي عجبكم، حنا دعيناكم الله ياخذ فيكم الحق، ما غنسبو، ما غنقول له درتي لختي، ما غنقول له فعلتي لختي، وجهناك لله ياخذ فيك الحق، وجهناك لله ياخذ فيك الحق. كما طاح فينا الدموع، دموع سي محمد وديال فاتحه وديال ولادها وديالي وديال خواتاتي وديال العائله كلها، كلها العائله كيبكينا، الله ياخذ فيهم الحق، وجهناهم ربي ياخذ فيهم الحق كل دمعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.